سامسونج قصير، 2010، 2011، بعض الإصلاحات التي يقوم بها بشار الأسد في مدينة القصير. هذا ما خلفته رجال الأمن والشبيحة أثناء مرورهم في إحدى المزارع في منطقة القصير. انظروا إلى الطريقة الوحشية التي يتعامل بها رجال الأمن والشبيحة في البيوت والمنازل، انظروا. إطلاق النار، إطلاق نار على قفل الباب. ها هي الإصلاحات يا مجلس الأمن، ها هي الإصلاحات: كسر، تكسير، تدمير، تخريب. آية قرآنية كمان بعد السهر. ها هي الإصلاحات التي يقوم بها جيش الأسد. ولا نستثني سرقة المأكولات والمعلبات التي تتواجد في المزارع. ياكل البرود، كل ذلك لن يشنينا. ولن نتراجع يا بشار الأسد حتى إسقاط النظام وإعدام الرئيس بإذن الله تعالى. بنعرف في البلد.